فريق عمل مسلسل عشق 101 الذي بدأ اليوم عرض الموسم الثاني منه على منصة نتفليكس، حيث حقق المسلسل نجاح من موسمه الأول، وحضر جميع نجوم العمل منهم كان أورغانجي وبينار دينيز وإلينا بوز ومارتياز كي أغلو وسيلاتين باشلي وإبيك فيليز وكوبلاي أكا، ولفتوا الأنظار بطاقتهم الجميلة ورقصهم مع بعض وحماسهم للموسم الثاني من المسلسل. وإليكم صور ولقطات من الحفل. Hadi biz yalıdayız. Yalıya mı geliyorsunuz? Yalıya. Hadi, hadi buyurun. Çekiyorum. Herkes bende. Yaptır sende. Yani göz olarak. Herkes bende. Biliyor musunuz lan? Yani bayağı. 4, 3, 2, 1. Bunlar Aşk 101 ekibi burada. Ne diyorsun ya, bakar mısın ekibe, süperler ya. Vallahi süperler. Süpersiniz arkadaşlar, elinize sağlık. Yeni sezon hayırlı olsun. Aşk 101 final. هل تابعتم الموسم الأول؟ وما رأيكم بالمسلسل؟ إلى اللقاء يا أصدقائي.